منتابع مشاهدينا مع ست هبة الشعار والست أسماء غنام، والموضوع هو أباندنس وهو كتاب للطبخ تم إطلاقه بمناسبة عيد الجامعة الأمريكية بلبنان 150. أكيد رح يخبرونا عنه أكثر. أهلا وسهلا ست هبة وأهلا وسهلا ست أسماء. لو سمحتي فينا نبدأ، حضرتك مديرة المشروع وهي حضرتك المسؤولة الإعلامية للمشروع، كونك المسؤولة الإعلامية خبرينا كيف اجت الفكرة وشو الهدف من تقديم كتاب طبخ بعيد 150 للأيوبي؟ نعم، هي صراحة الفكرة فكرة أسماء. أسماء هي بأمريكا، سو يمكن أسماء أنت بتحبي. افتكرت أول شيء أنا بحب الطبخ وكنت عايشة بأوروبا ولاحظت إنه الميديترينيان، نحن الطبخ البلد اللي حول الميديترينيان كثير له شعبية، كل محلات فيها تبولة وحمص. وبعدين حبيت اعمل شيء لانه الجامعه 150 سنه صار عمرها، حبيت اعمل شيء مع اصحابي المخرجين من انحاء العالم، فكرت نجيب كلنا مع بعضنا نكتب هالكتاب، يعني نجمع الكتاب ونفتح المجال ل anybody يقدر يعطينا ريسبي، بس لازم تكون ميديترينيان. ليش ميديترينيان؟ لانه صحي. الميديترينيان دايت، الاكل الخضره والفواكه والعدس والحبوب صحيه اكثر. ما في دسامه؟ يعني انا شايفه حلويات. اي هلا طبعا الكتاب هو مقسم لكل الاقسام، هي الابيتايزرز، مقبلات، الشوربه، الاطباق الرئيسيه. كل بتشوفي كل وصفه جاي من يلي ربحت، وعم تحكي على الخبره الشخصيه اللي صارت معها، الخبره الشخصيه اللي هي انه ليش اخترت هالريسيبي وشو مناسبتها. ونحن اللي زدنا عليه هو مش بس للطبخ، هو كمان في معلومات غذائيه وفي معلومات عن الكالوري كاونتس، عن السعرات الحراريه لكل ريسيبي، كل سيرفينج فيها. كمان انه إذا الواحد بحب يكون مثلا بس بياكل نباتي، إذا هو مثلا عنده حساسية مثلا للناتس، للمكسرات، إذا عنده مثلا بياكل بس فيجن، يعني فيجن هو الإنسان مثلا ما بياكل أي شيء لحمة أو أي شيء من مشتقات الألبان. كتاب هيدا شامل، موجود فيه كل شيء، معلومات غذائيه، وفي كمان كل اذا بدك الوصفات اللي يعني موجوده بالبحر المتوسط. يعني اللي شاركوا بالكتاب او بالريسيبيز هن ممكن يكون شخص عادي، ما ضروري يكون خاص بفن الطبخ. صح، مزبوط. بس مثل ما قالت هبه، لنفرض واحد عنده السكري بده يعمل ريسيبي خصوصيه، مثل ما قالت هبه عاملين نوتريشنال انفورميشن، معلومات غذائيه، وبنقول لهم اذا انتم عندكم سكري مثلا فيكم تعملوا هيك اشياء لتخففوا كميه السكر بالريسبي، او اذا بدكم تخففوا الدهونات. This is why عم نقول انه هيدا الكتاب صحي، لانه بتعطي الواحد المعلومات ليقدر يغير بالريسبي على سوق نحن اللي هو ليش مبسوطين فيه كثير هالمشروع. المشروع اخذ تقريبا سنه واربع اشهر، نحن من 45 متطوعه. هالمتطوعه اللي هي كانت مديره المشروع أسماء غنام هي اللي قادت هالمشروع، وكل متطوعه اشتغلت لسنه واربع اشهر. ما طبعا متطوع يعني طبعا ما اخذت اي مقابل مادي، بس نحن كان كل هدفنا لانه بدنا نبيع الكتاب، نطلع كتاب، وهالكتاب بينباع لحتى لمساعدات الطلاب للجامعه الامريكيه، الطلاب اللي نحن في عندنا بروجرام. مساعدات تعلميه ولا لا؟ مساعدات تعلميه، نعم. يعني في عندك طلاب شاطرين بحبوا يكونوا يدرسوا بالجامعه الامريكيه بس ما بيقدروا يدفعوا اهاليهم، سو هالكتاب بيساعد. يعني نحن كل المبيعات دغري بتروح لهم، بتروح للايو بي ستودنت فاينانشال ايد. يعني من كم صفحه مؤلف الكتاب؟ 416 صفحه في 170 ريسبي. وبعدين الريسبيز الموجوده ما بتلاقيهم بكتب ثانيه. عندنا اشياء مثلا فلافل، في صويا فلافل، الحبوب المغذيه، الصويا فلافل بالكتاب ما بتنقلى، تنشوى بيكت. شايفه كيف يعني ماخذين اكلنا اللي نحن بنحبه ومغيرينه بطريقه يكون صحي. ما بتتلاقى هالريسبيز بكتب ثانيه. بعدين في معلومات بالاخر بعد الريسبيز، في شيء 45 صفحه كلهم اشياء، عندك نص صفحه عن الحليب والدرجات الدهون بالحليب. في ناس انحاء العالم بيقدروا يشوفوا نحن هذا ببلدنا
بيتعلموا عنه، مش بس كتاب طبخ، هيدا في كتير معلومات غير عن وين بينباع؟ الإديشن بينباع بمكتبة مالك هون بكل لبنان. مالك تطوع يعملنا النشر والمبيعات ببلاش، لأنه بده كمان يشجع العالم يشتروها ليرجع كل ريعه لمساعدات الطلاب. وبكل أنحاء العالم على Amazon.com في يطلبوه أونلاين بأمريكا، ومن أمريكا بكندا وبأستراليا كمان. كمان أستراليا؟ لا أستراليا مالكس. مالكس they have to يعني مالك they will أونلاين. مثلا الخليج، دول الخليج كمان مالكس. من مالك أونلاين، بس أمريكا وكندا Amazon.com Amazon.com أونلاين. شو بتحب تقول للمشاهدين؟ كيف تشجعين ست أسماء كونك مقيمة بأمريكا؟ إنه هيدا كتاب بتلاقوا فيه معلومات ما بتتلاقى بمحل تاني، وأعرفوا إنه كل كتاب اشتريته المصاري منه رح تروح على تساعد الستودنتس، وهيدا بحب أشجعهم. ويلي المرة بتشتغل ما عندها وقت، عندنا مثلاً سيمبل كويك إنه هيدي الرسالة تنعمل بأقل من ساعة. في كتير كتير معلومات بتساعد الواحد يقدر يحط هالكتاب permanently بالكيتشن، يكون عنده يعني مثل الصحن على السفرة. يكون ممكن تترجموه ولا بس رح تكتفوا بالإنجليزية؟ سؤال منيح، عم نفكر نترجمه. نعم نحن هلا طبعنا 2000 كتاب بس، لأنه هالقدي جبنا سبونسرز، وهالقدي إذا بعنا 2000 كوبيز، وهذا نحن نقول للمشاهدين بليز اشتروا، ساعدونا، ساعدوا الطلاب. يعني انت فكري، انت كل ما عم تشتري كتاب انت عم تساعدي طالب لمستقبله، مستقبله الدراسي الاكاديمي. واذا بعناهم طبعا مشروع بيكون فينا نعمله بالعربي، فينا نحطه اونلاين، يكون اي بوك. بس اول شيء خلينا اول مشروع لحتى نمشي خطوة خطوة. صح. كيف وضعتي خبراتك بهالكتاب؟ عندك 25 كتاب طبخ. نعم، انا صراحة اشتغلت يعني على اكثر من 25 كتاب بماي كارير، بحياتي المهنية من قبل، وانطبع اكثر من 1,000,000 كوبي منها. بس يعني شغلي مع على اباندنس كان صراحة عنده سحر خاص. اول شيء حبي للاي بي، وثاني شيء صراحة شغل مع أسماء غنام كان رائع، لأنه نحن نشتغل على سكايب، لأن هي ساكنة بأمريكا، أنا ساكنة بلبنان، بين لبنان وبين الخليج. عندك 45 شخص عم تشتغلي معهم ما بتعرفيهم، بس كل هدفنا نحن لحتى نطلع كتاب، وهالكتاب ليساعد الطلاب. كان خبرة رائعة. قد ايه أخذ معكم وقت؟ سنة ونص. إيه أكثر شوي. طبعاً يعني هيدي عنده الماجيك لحاله، بس نحس إنه هذا الكتاب فيه كل شيء للصحة للعائلة، لمشاركة الأشياء الشخصية اللي أنت حاطتيها فيها. يعني عنده سحر رائع. إيه عنده سحر الكتاب. بالتوفيق. فإذا موجود لمشاهدينا بأمريكا وكندا على الأمازون، ويلي بيحب يشتري من أي دولة أخرى، برازيل، فنزويلا، أستراليا إلى آخره، مالك يفوت على ويب سايت مالك وفي يطلب الكتاب لدعم التعليم بالجامعة الأمريكية ببيروت AUB. أهلا وسهلا بحضراتكم. شكرا كتير. مشاهدينا منتابع مع مصممة الأزياء أمل الأزهري وتشكيل جديد من العبيات.